من هو تيريون لانيستر؟ اللورد تيريون لانيستر هو الابن الأصغر للورد تايوين لانيستر والأخ الأصغر لسيرسي وجيمي لانيستر. هو قزم استخدم ذكاءه وعبقريته ليتغلب على الظلم الذي واجهه. اعتقلته كاتلين ستارك بعد اتهامه بجريمة قتل لم يقترفها، فكان اعتقاله سببا من أسباب اندلاع حرب المماليك الخمس. وبعد هروبه عينه والده مساعدا للملك جوفري باراثيون، حيث نجح في الدفاع عن كينغز لاندينغ عندما هاجمها ستانيس باراثيون في معركة بلاك ووتر. وفور انتهائها قام جوفري بتجريده من سلطته وخفض مكانته. بعد مقتل أوبرين مارتيل ممثله في المحاكمة عن طريق القتال، تمكن تيريون من الهرب إلى منطقة إيسوس بمساعدة جيمي وفاريس بعد أن قتل والده تايوين لانيستر، حيث ألقى القبض عليه جوري مورمونت وأخذه إلى دينيريس تارجاريان في ميرين، وبدورها قررت أن تستعين به لاستعادة آيرون ثرونز، فمنحته لقب مساعد الملكة دينيريس، وانطلق على رأس أسطول كبير باتجاه ويستيروس، حيث تولى تيريون وضع خطة محكمة للغزو. تيريون تايوين لانيستر هو أصغر أبناء جوانا وتايوين لانيستر، سيد آل لانيستر وأغنى شخص في المماليك السبع، والأخ الأصغر لجيمي وسيرسي لانيستر. توفيت والدته جوانا أثناء ولادته، فحمله والده تايوين وشقيقته سيرسي مسؤولية وفاتها. تعرض تيريون في بداية حياته للاضطهاد والاحتقار، وعانى كثيرا من المشاكل كونه قزم، كما أطلق عليه العديد من الألقاب مثل ذا هالف مان، ذا لامب، إلا أنه يتمتع بذكاء ودهاء كبيرين. عندما كان تيريون في سن 16، قابل تيتشا ابنة صانع العجلات الذي تعرضت لمحاولة اغتصاب من قبل عصابة فأنقذها، لتنشأ بينهما علاقة عاطفية انتهت بزواجهما. علم والده تايوين بذلك وأن جيمي هو من دبر كل ذلك وأن تيتشا ما هي إلا عاهرة، فسمح لحراسه باغتصابها مقابل إعطائها قطعة فضية عن كل واحد، وأجبر تيريون على المشاهدة. فامتلأ قلبه حقدا على تايوين الذي أوكله بالاهتمام بخزانات المياه وشبكة التصريف في كاستريل روك. رافق تيريون الملك روبرت باراثيون إلى وينترفيل، وفي الطريق التقى بروز في إحدى الحانات وقضى معها وقتا جميلا. قرر أن يذهب إلى الجدار ويتفقد المنطقة قبل أن يعود إلى كينغز لاندينغ، حيث اكتشف ضعف الجنود فأوكل تلك المهمة لجون سنو. وفي طريق العودة اعتقلته كاتلين ستارك واتهمته بمحاولة قتلها، ثم أخذته إلى مدينة الآري. وفي الطريق لاحظ برون أن تيريون شخص ثري وأنه لن يتوانى عن مكافأة من يساعده. عندما وصلوا إلى وجهتهم، وضع تيريون في الزنزانة ريثما يقدم للمحاكمة، حيث أنكر التهم الموجهة إليه وطلب محاكمته عن طريق نزال ليكون مثله ممثله برون الذي تمكن من الفوز. فأطلق سراح تيريون لينطلق من جديد برفقة برون عبر منطقة القبائل، حيث هاجموهم بقيادة شاغا، لكن تيريون وبذكائه أبرم معهم صفقة عرض عرض فيها أن يساعدهم ليصبحوا أقوياء ويغزوا وادي آرين. لاحقا هاجم جيش تايوين مملكة كاتلين في الريفرلاند، وانضم له شاغا ورجاله بقيادة تيريون، بينما تحرك روب ستارك على رأس جيشه لمقابلتهم. في تلك الأثناء قابل تيريون فتاة اسمها شاي لتنشأ بينهما علاقة عاطفية. وفي اليوم التالي اكتشف تايوين أن روب ستارك قد خدعهم وقاد جيشه لمواجهة جيمي، حيث تمكن من أسره. فاضطر تايوين للتراجع إلى هارن هيل، وأرسل ابنه تيريون إلى كينغز لاندينغ مساعدا للملك مصطحبا معه الشاي، لكن ذلك لم يرق لجوفري. لاحقا حصل خلاف بين تايوين وسيرسي التي حاولت منعه من قتل إدارد ستارك، كما انتقدها للسماح بهروب أريا ستارك. عندما زار لانيستر تيريون، طلب منه إطلاق سراح بايسل وإبقائها بعهدة سيرسي، لكن تيريون قام باستدراجه حتى اعترف بعلاقته مع سيرسي.
فابتزه ليعمل لصالحه، وبينما كان تيريون وبقية أفراد عائلته في طريق العودة إلى ريد كيب عبر المدينة، تعرض لهم حشد من الفقراء الغاضبين، فقام حراس جوفري بقتلهم جميعا، مما أثار غضب تيريون لأن هذا العمل كان شرارة الاضطرابات التي اندلعت ضد آل لانيستر. عندما هاجمهم روب ستارك، قرر جوفري المشاركة شخصيا في الدفاع عن المدينة، لكن سيرسي ظنت أن أخاها تيريون شجعه على المشاركة ليتخلص منه، فقامت بخطف الشاي لكي تبعده عن المشاركة في المعركة. قاد تيريون الجيوش في معركة بلاك ووتر، وتمكن من تدمير جزء كبير من السفن المهاجمة، لكن سرعان ما انقلبت الأمور ضد تيريون عندما انسحب السير ماندون مور والسير بوروس بلونت، فقاد بنفسه هجوما عبر الأنفاق تحت المدينة، وتمكن من تدمير القوات المحاصرة للمدينة، لكن ماندون قام بخيانته وأصابه بجروح قبل أن يقتله بودريك وينقذ تيريون. صمدت المدينة بفضل هجوم تيريون، وكنوع من التخفيف عنه جاءت شاي إلى خيمته وقضت معه وقتا ممتعا. لاحقا طلب تيريون من والده تايوين أن يسلمه عرش كارستريل روك بعد أن انضم جيمي لحراس الملك وفقد حقه في وراثة والده، فرفض تايوين ذلك لما يكن له من حقد في قلبه، وأخبره بقرار تزويج سيرسي من لوراس تايريل وسانسا من تيريون ليؤمن لآل لانيستر موطئ قدم في الشمال، فيتم ذلك ويتزوج تيريون من سانسا ستارك. يحمل جوفري لتايوين لانيستر أخبارا بأن والد فراي قتل كل من روب وكاتلين ستارك في معركة ريد ويدينغ، وأنه قد أرسل في طلب رأس روب ستارك هدية زفاف لسانسا التي حزنت كثيرا على مصير عائلتها. أرسل تيريون لاستقبال الأمير دوران مارتل في كينغ لاندينغز، لكنه يجد أخاه الأمير أوبرين مارتل بدلا منه، ويخبره أنه قادم لينتقم من آل لانيستر بعد أن قتل السير غريغور كليغان أولاد شقيقته إيليا بوحشية ثم قتلها بعد أن اغتصبها. عاد تيريون ليجد زوجته سانسا قد غادرت إلى غادزوود، فحاولت شاي أن تقيم علاقة معه لكنه رفض ذلك، وفي اليوم التالي يخبره فاريس أن أحد جواسيس سيرسي أخبرها بوجود شاي في غرفته وأنها ستخبر والده تايوين، لكنه لن يتمكن من حمايته، فيطلب تيريون من شاي مغادرة المدينة إلى بينتوس بعد أن نعتها بالعاهرة. طلب جوفري في حفل زفافه أن يكون تيريون ساقيه، وقام بإذلاله والسخرية منه، وعندما قدم له تيريون الشراب اختنق جوفري، وقبل أن يموت أشار إلى تيريون متهما إياه بقتله عن طريق تسميم الشراب، فأمرت سيرسي بالقبض عليه ووضعته في السجن. قابل جيمي أخاه تيريون في السجن حيث أكد له أنه لم يقتل جوفري، ثم بدأت محاكمة تيريون برئاسة تايوين لانيستر، فقدمت سيرسي شهودا على ارتكاب تيريون الجريمة، كان أحدهم شاي التي اعترفت بعلاقتها معه وأنه وافق على قتل الملك جوفري مقابل إقامة علاقة معها. عندها طلب تيريون محاكمته عن طريق نزال، فكان له ذلك. رفض جيمي أن يمثل أخاه في النزال بحجة أنه إذا قتل سيخسر أباهما تايوين ورثيه الوحيدين، فيعرض أوبرين مارتل على تيريون تمثيله في النزال لأنه يسعى للانتقام من قاتل أخته وأطفالها غريغور كليغان، لكنه يفشل فيحكم على تيريون بالموت، إلى أن يتمكن جيمي من إخراجه عبر ممر سري ضمن القلعة ويخبره أن فاريس بانتظاره ليغادر إلى فريستينز، لكن تيريون بدلا من التوجه إلى فاريس يدخل حجرة والده تايوين ليجد شاي في سريره، فتحاول قتله لكنه يتمكن من خنقها، ثم يقتل والده تايوين لانيستر ويمضي إلى فاريس، فينطلق إلى بينتوس ومنها إلى ميرين، وفي الطريق يلقي القبض عليه جورا مورمونت ويقرر تسليمه لدينيريس، ثم يقع في قبضة النخاسين بزعامة مالكو الذي يأخذهما إلى ميرين لبيعهما، وهناك يشتريهما إيزان ليشاركا في العروض القتالية، حيث تتعرف عليه دينيريس وتقرر أن تجعله مستشارها لتستعيد آيرون ثرونز.
علم تيريون أن إيون كاي وأستابور وفولانتس يمولون أبناء هاربي، فيذهب برفقة غريو وورم وميساندي وفاريس ويقابل إيزان تاجر الرقيق ورازدال مو إيزار وبيلتشو، ويعرض تيريون أن تبقى مدينة ميرين حرة وأن تمنح المدن الأخرى فترة تمتد ل7 سنوات لإنهاء العبودية وتعويض مالكي الرقيق مقابل أن يوقف الدعم عن أبناء هارفي. يتم الاتفاق وتبدأ الأمور في ميرين بالاستقرار لكن ليس طويلا، حيث يصل فجأة أسطول كبير من سفن العبيد ويحاصر المدينة، فتصل دينيريس مع تنانينها وتذهب برفقة تيريون لمقابلة رازدال وإيزان وبيليتشو الذين يطلبون منها الاستسلام وقتل التنانين، لكنها تشن هجوما على السفن وتحرق معظمها، فيقوم تيريون بقتل رازدال وبيليتشو ويبقي على حياة إيزان. لاحقا تصل يارا وثيون غريغوي إلى ميرين ويعرض على دينيريس مئات السفن إذا ما ساعدتهما في معركتهما ضد عمهما يورون غريغوي في أيرون آيلاند، فتوافق بشرط أن يوقفوا كل أعمال القرصنة. اتجهت دينيريس برفقة تيريون على رأس أسطول إلى ويستيروس، حيث تنضم سيرسي إلى اللوردات للدفاع عن كينج لاندينغ ضد القوات المهاجمة. يضع تيريون خطة محكمة أراد من خلالها الاستيلاء على كاسترال روك. لاحقا تأتي أخبار بتحطم أسطول غريغوي، ثم يعرض تيريون خطته للسيطرة على كاسترال روك باستخدام نفق تحت الأرض، فيكون له ما أراده بقيادة غريوا وورم، ليكتشف أن آل لانيستر قد سحبوا معظم قواتهم. يقابل أخاه جيمي ويخبره أن انتصار دينيريس أمر حتمي وأنها تختلف عن والدها، وينصح سيرسي أن توافق على التفاوض. يتقابل تيريون مع شقيقته سيرسي التي تتهمه بقتل والدهما تايوين والتسبب بقتل ولديها تومين وميرسيلا، ودون أن يتوصل إلى نتيجة يعود تيريون إلى داغون بيت، ثم يتبعه جيمي وسيرسي التي توافق على إرسال جيشها لمؤازرة قوات ستارك والتارغاريان. تيريون لانيستر في البداية يكون على علاقة مع شاي، لكن والده تايوين يمنعه من لقائها ويجبره على الزواج من سانسا ستارك التي تتركه بعد المجزرة التي يقتل فيها جميع أفراد عائلتها. فيما بعد يكتشف علاقة شاي بوالده تايوين فيقتلهما معا ويكمل حياته بعيدا عن النساء. يعتبر عقل تيريون وذكاؤه سلاحا استخدمه في العديد من المعارك والمفاوضات والصفقات التي عقدها مع الحلفاء والأعداء بنجاح تام. أدمن تيريون على شرب الخمر ومعاشرة النساء نتيجة للمعاملة السيئة التي تلقاها من والده تايوين وشقيقته سيرسي، فكانت العلاقة معهما سيئة للغاية بعد أن اعتباره سببا لموت والدته جوانا أثناء ولادته.